حنا ما عمرنا غنوضوا نشاوروا ضد البلاد وما عمرنا غنوضوا فيها شي ثوره ولا تكون شي حاجه. حنا راه ما باغيين والو، واقفين على حتى شي حاجه، واقفين على الزياده ديال الاسعار ديال المحروقات ديال المواد الغذائيه، هذا الشيء علاش واقفين؟ واقفين على حقنا وبغينا حقنا. قال لك والله حتى نربي الشعب المغربي هو كيربي فينا وبدينا كنفقدوا الثقه في كل شيء. واش الناس محنونه؟ يدعوا حنا في المازوت، يدعوا حنا في السكر وفي الديك. الشعب عيط شو قاعد عايشنا وحيتو منين عصبناش زاد علينا سنا عصبنا ما عندناش عود علينا ما طيش البارح كنديرا كنديرا من 80 ريال يا خويا احنا كلشي مضروري واحنا كنا مضرورين اصاحبي والناس محنونه واش الناس محنونه وزادوا حنا في المازوت يدعونا في السكر وفي الدقيق واكواك عباد الله وقتلونا قتلونا هاد الناس كل شي اخباركم هضرنا تعيينا سعد احنا واقفين على شي حاجه اخرى راه واقفين على شي حاجه كضرك انت وكضرني انا وكضر جميع المواطنين حنا راه كنموتوا راه ما بقينا ما لقينا ندوا لولادنا راه لا عينا عين الله ويمشي ويمشي حنا راه مدنا قبل منكم والله العظيم كنموتوا معانا انا راه عندنا الوليدات عندنا الكراوه راه تقهرنا واش تي غتعطيك 900 ريال البلاصه سلك علينا هادشي علاش كنهضروا معاك كنخمو الرسومه وكنخمو الروس تاعنا حنا راه طمينا طب سمعنا عاطينهم هنا والله طمينا محمد رسول الله صوروا في 1000 ريال اش غدي اش غتاكل اخويا انا شديتي راك جيتي وقت الحمله اخويا فرتونا حنا راه ما باغيين والو واقفين على حتى شي حاجه واقفين على الزياده ديال الاسعار ديال المحروقات ديال المواد الغذائيه هذا الشيء علاش واقفين عاش الملك واقفين على حقنا وبغينا حقنا تعطيك 300 درهم لواحد ها تعطيك 300 تعطيها ليه سيري من الهضره الكاويه حنا ما باغيش نزيدوا على السكينه حنا راه منا معانا والدينا ومعانا ولادنا ما يمكنش نزيدوا على السكينه راه شي بزاف هاد الشيء بزاف فين هاد الزياده والله انا مشى واحد والله انا مشى واحد انا واقف مسكت راسي حميد واحد خويا قلت لك انا عبلاش واش هاد الشيء يفور هاد الشيء يفور غيقول لك عطيني 300 غتعطيني 300 ما غاتعطيهاش لي سالينا لا ما يرموش سكت معانا بحال الناس ما كاينش خدمه بزاف عيط شو كاع بغا يسرو وحيدتو منين كاع اللي عطاه في البرنامج ما كاينش جاب له حتى الواقع وبدا يضحك علينا وفاب الواحد ديالو قال لك والله حتى نربي الشعب المغربي هو كيربي فينا وبدينا كنفقدوا الثقه في كل شيء باقي كنحتارموا جلاله الملك حتى حاجه بقينا كنحتارموا ولينا كلشي كنخافوا منه ما بقاتش عندنا الثقه في حتى شي واحد حتى شي واحد من غير الله والملك عاش الملك بزاف اخويا شرا مازوت زيت سكر ورحنا صافي غنعسو في الارض اخويا صافي وحوايجنا مشاو لينا اخويا الله يجعل البركه ما حيدنا المعدونيه ما حيدنا الروسيطه ما حيدنا المازوت ما حيدنا الشانطي ما حيدنا البلاصاج بزاف اخويا التقار الشعب المغربي التقار اخويا هذا لله اخنوش ارحل اخنوش ارحل اخنوش ارحل اخنوش ارحل ولينا قبل اخنوش رحنا ما بقينا نديو والو ولينا اللي شدينا كنعطيو لاخنوش كنقول لك عيط اخنوش حنا ما بقينا نديو حتى حاجه والو والو لا رصيطه قرا خويا لا رصيطه عاش الملك ما كاين حتى حاجه ما خلاو لينا والو اخويا حتى حنا مقورين في اي حاجه الصيفور ما مسوريش
ما عنده حتى شي حاجه، لا تغطيه صحيه لا حتى شي حاجه، واللي جا كيضحك علينا النقابات الدوله كلشي كيضحك على الشيفو. هادشي راه بزاف اصاحبي، عاوني ما الله يجعل البركه. انا اخويا هات اخويا الناس راه مسول غام، هات اخويا ما خلناش يرحل، ما خلناش يرحل، ما خلناش يرحل، ما خلناش يرحل، سنا عزبنا ما عدناش ومعود علينا ما طيش البارح كنديرا كنديرا من 80 ريال ماشي يا ولدي البلاد هادي مشات فيها حنايا من غير والو في الهراوين وفي الحصى تنضيعوا شباب، تنضيعوا في الهراوين الله ياخذ فيهم الحق. بانت لي عير الزياده يزيد في الشعب حشومه، وهادشي هذا ما خليش لنا والو، واش بقيتوا نبغوا نحركوا؟ والدينا مشاو الله يرحمهم، حنا بقينا بوحدنا الله ياخذ فيك الحق اخ النوش. البلاد مشات فيها، واش بان لك الزياد؟ شوف لنا الخدمه فين نخدموا، بان لك الزياد في المواد راه حشومه. واش ياخذ الهراوين وقولتيهم ومن الاخر دي حاجه ما درت جاي والو، ونهار جيت الهراوي غنخدموكم غنديركم واد الحار غنديركم كلشي، وتا حاجه ما شلنا منك والو. اخذتي غير هذوك مشيتي وفى الله ياخذ فيك الحق. وعلينا وعليكم احنا ما خرجنا، احنا ما خرجنا الشاطئ الا وصابوا الدرينا راه قتلونا، احنا جينا عاد خرجنا الشاطئ. ما الناس باقي تجي ما تدوش، لا ما غاتجينا ما تجيش شي واقف هنا، احنا اللي مضرورين، احنا كلشي وقف. سعينا اننا نديروا هذه الوقفه هذه باش نعبروا بالصوت ديالنا، وصل الصوت ديالنا للناس المسؤولين. وبالنسبه لذاك السيد ذاك رئيس الحكومه ولا هذيك اللي وصفات نم قال لي مالك هذيك البرلمانيه اللي قالت لهم القافله تسير والكلاب وتنبح، قولها الكلاب راهما اللي النهار الاول ترشحوا عليكم. وبالنسبه للسي اخ النوش راجل الهراويين وقال لهم باللي راه غادي ندير لكم حفاري، وما جاش وما جاش كاع، ما دار ما من قبل من قبل كان كيتشاتف معنا في الغيس تما في الوسط الهراويين الشيشان، ودابا ودابا ما عقل على حتى شي حاجه. إلا كنتو كتفكروا الشعب ديالكم، شوفوا هاد الحالة ديالهم، وحنايا غنبقاو مستمرين 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 حتى نوصلوا للمغزى ديالنا. وماشي ديال خنوش والله تموت على هاد الراية، واخ خنوش ورجع الهراوي يرجع المواد الغذائية في الزيادات كاملة درينا لا في المحروقات. اشنو السبب؟ اشنو السبب اللي خلى المواد الغذائية تزاد والخضرة تزاد وكلشي كيتزاد؟ المحروقات، لأن وفاياج كان كيجي من أكادير كيجي ب 4000 درهم، اليوم كيجي ب 6000 درهم. يعني هاد البطاطا كانت كدير 60 اليوم كدير 80، شكون المستهلك؟ شكون المتضرر الأول؟ هو المستهلك، هو المواطن العادي. وحنا كنا مواطنين عاديين قبل ما نكونوا مهنيين، وقبل ما نكونوا كنصيبوا سلسله اجره، وقبل ما نكونوا كنخدموا في هذا القطاع هذا، راه حنا مواطنين وعندنا الاولاد وعندنا عندنا جوج اسرات، كاين اللي عنده ثلاثه، كل واحد شحال كيعيش منه. ولكن هذا الشيء ديال الزياده ديال المحروقات وديال المواد الغذائيه راه حنا ضرينا اولما هذا الله. كنتمناو من سيدنا الله ينصرو الله يشافيه يتدخل على هادشي اللي واقع في هاد البلاد. عاش الملك، عاش الملك.
جيتي تزيد على الناس 5 دراهم، الا زيدي تزيد على الناس 5 دراهم راه هذاك درهم راه بزاف، زيتي 10 راه بزاف، راه الناس مريحه هنا، راه خاصكم تجيو تشوفوا الهراويين كي دايره، الهراويين الناس راه كتموت، شي قدامك شي طبقه الكديحه صافي هذيك مشات تحسبها ما بقاش، اما الطبقه المتوسطه الطبقه المتوسطه هي اللي كتعاني من الطبقه المتوسطه على انه الجلده الله يكون العذاب. هادشي راه حشومه وعار، عار وحشومه. حنا لا معنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم انتم مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.